متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني نقدر نعتبر الفيديو بتاع النهاردة دردشة الخميس كده، طلع ان انا اتكلم عنكم في شوية حاجات خاصة بالتحديثات الجديدة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، القناة، الفيديوهات اللي احنا بنقدمها الفترة دي. زي ما انتم شايفين هتلاقوا ان احنا الى حد كبير جدا بنركز في القناة بتاعتنا على كانفا. ليه كانفا؟ لان كانفا من ضمن البرامج المهمه جدا جدا لاي منشئ محتوى، خصوصا لو كان ما بيعرفش يشتغل على الفوتوشوب او ما عندوش خلفيه في العمل على الفوتوشوب او هو ما عندوش خلفيه قوي بموضوع التصميم. فكانفا فعلا بيغير حياه ناس كتير جدا جدا من اللي ما عندهاش اي فكره عن التصميم، لان انت بتلاقي فيه قوالب وبتلاقي فيه ادوات كتيره جدا جدا هتساعدك. عشان كده انا عامله فيديو في حوالي 87 او 88 88 فيديو اعتقد عن اسرار برنامج كانفا، وان شاء الله ناويه اضيف فيديو عن الذكاء الاصطناعي في كل ادوات الذكاء الاصطناعي الخاصه ببرنامج كانفا. ليه؟ لان انا بعتبر ان برنامج كانفا ده لازم يفضل كده معانا طول ما احنا شغالين عندنا على القناه. حاجات كتير بتنزل كل يوم وحاجات كتير مهمه لازم تكون عندك علم بيها. الحاجه الثانيه اللي انا حابه ان انا اتكلم عنها، ودي انا بس طالعه بيها ااكد على ان دايما اقول لك مش هتلاقي برنامج ذكاء اصطناعي يقدم لك خطه مجانيه كامله. انا عارفه ان ناس كتير جدا بتلاقي ان الاسعار الخاصه بالاشتراكات الخاصه بادوات الذكاء الاصطناعي بتكون يعني كبيره ومكلفه، انا متفقه جدا معاك، ولكن ده خليني اقول لك على حاجه. الخطط المجانيه موجوده عشان تجرب، والخطط المدفوعه موجوده علشان الاستخدام البروفيشنال. يعني ايه الاستخدام البروفيشنال؟ يعني انت عندك منتج، عندك سيرفيس، عندك خدمه، عندك محتوى. المحتوى ده انت المفروض في الاخر هيعود عليك بنتيجه معينه، وهي تتمثل بقى في اي نتيجه من ضمنها مثلا مكسب، اشيفمنت، ايه نوع بالظبط الانجاز او نوع المكسب اللي انت هتحصل عليه. فانت محتاج التول دي علشان تحسن لك المحتوى بتاعك او الخدمه بتاعتك او المنتج، ايا كان عايز تعلن عن المنتج بتاعك. فاذا انت مش هتلجأ ابدا للخدمه المدفوعه الا اولا لما تكون متمكن جدا اصلا من استخدامها من خلال الخطه المجانيه. الحاجه الثانيه انها هتكون هتعود عليك بحاجه بنسميها ROI او ريتيرن اون انفستمنت، ان انت هتعود عليك بنتيجه ملموسه ماديه معنويه ايا كانت انت عايز تستخدمه في ايه. فالحته دي برضو كان لازم ان انا انبه عليها. مش هتلاقي اداه وانت واخد بالك ان انا ساعات برجع تاني اشرح، الموقع دي كانت في الاساس مجانيه ودلوقتي بقت مدفوعه. ممكن تكون فاتحه لسه الخطه المجانيه مفتوحه ما فيش فيها مشكله، ولكن الامتيازات اللي هتلاقيها في الخطه المدفوعه اكتر بكتير جدا من المجانيه. انا مش بعمل اعلان لاي اداه، هرجع تاني اقول لك انت عارف انت تستخدم الاداه المدفوعه وامتى تستخدم الاداه المجانيه. احنا بنعرض لك كل حاجه، كل حاجه بعرضها لك عندي على القناه، مش بقول لك على حاجه محدده دي كويسه افضل من دي او لا. يعني بعض الاحيان انا بطلع اقول رايي الشخصي في الموقع او البرنامج، لكن انت اللي بتستخدم وانت اللي بتطبق عملي وانت اللي بتقرر في الاخر انت عايز. المهم جدا ان احنا نعرف ان احنا محتوى الذكاء الاصطناعي، كتير بتخش تكتب اليوتيوب منع الذكاء الاصطناعي، اليوتيوب خلاص منع المحتوى بالذكاء الاصطناعي. ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ اذا كان اليوتيوب نفسه بيستخدم الذكاء الاصطناعي، اليوتيوب نفسه بيستخدم الذكاء الاصطناعي دلوقتي في الخوارزميات والتعرف على الصوره والتعرف على التكست اللي على الصوره والحاجات دي كلها عشان توفر عليه وقت ومجهود. فازاي يمنع استخدام الذكاء الاصطناعي؟ هو بيمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في اخذ محتوى الغير، يعني او التعدي على حقوق الملكيه بتاعه الغير او التعدي على شخصيه الغير، بمعنى ان انت تاخد صوره حد وتعمل عليه محتوى، ان انت تاخد صوت حد وتعمل عليه محتوى. انت انشئ الصوت اللي انت عايزه بالذكاء الاصطناعي، وانشئ الميوزك اللي انت عايزه بالذكاء الاصطناعي، وانشئ الساوند افكت والفيديو، كلها حاجات حصريه انت اللي عاملها. لكن ان انت تاخد صوره حد، ان انت تاخد صوت حد، الكلام ده كله ما هو لازم يقننه اليوتيوب. واتكلمت عن الموضوع ده في فيديو خاص بالمحتوى على اليوتيوب بالذكاء الاصطناعي، وان هل فعلا اليوتيوب منع الذكاء الاصطناعي او استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي. فلازم يكون برضو واخدين بالنا من الفيديوهات اللي دايما يوتيوب في استوديو اليوتيوب بتظهر عندنا عشان نقدر نفهم اكتر اي قوانين جديدة، الترمز والكونديشنز اللي بتطلع. الحاجات دي مهمة جدا جدا لأي صانع محتوى خاصة على منصة ما، مش لازم يوتيوب بس، اي منصة لازم تكون فاهم فيها طالما انت بترفع عليها التطبيقات. طب التطبيقات هل احنا مش هنشتغل على حاجه تانية؟ يعني كل تركيزنا هيبقى على الذكاء الاصطناعي؟ لا، يعني احنا ان شاء الله باذن الله برضو هنركز على اي موقع يجي في النص كده يكون مفيد. لكن في الفتره الاخيره تقريبا كل المواقع بقت تستخدم الذكاء الاصطناعي، يعني كل المواقع تقريبا بتدخل ادوات الذكاء الاصطناعي. ده اللي بيخليني دايما حريصه على التركيز على ادوات الذكاء الاصطناعي. وخد بالك من حاجه، انت هيجي عليك وقت مش بس
هتبقى مركز على ادوات الذكاء الاصطناعي كابلكيشن، انت هتضطر كده زي ما شرحت لك في فيديو من الفيديوهات ان انت تلجأ ان انت تعرف شويه بايثون كده. ليه تعرف شويه بايثون؟ عشان تقدر تاخد الكود من اوبن سورس، مثلا اوبن سورس سوفت وير، وتاخده وتقدر ان انت تعمل له ران عندك على الجهاز بتاعك. عشان كده انا شجعت الناس انها تروح لبايثون وتتعلم، لان الذكاء الاصطناعي كله بيتطور باستخدام البايثون. مش لازم تكون بروفيشنال ومش لازم تكون بروجرامر، انا مش بتكلم في كده. تفهم اللغه دي تشتغل ازاي، وتفهم لما تيجي تاخد الكود على الاقل ازاي تقدر ان انت تعمل ران لاي بي اي، ازاي ان انت تقدر ان انت تعمل رن السوفت وير عندك على جهازك. ده هيساعدك بشكل كبير جدا ان انت يعني على الاقل لو انت مش عايز تدفع فيز لبعض المواقع اللي بتستضيف الاوبن سورس، تقدر ان انت لو جهازك امكانياته تتيح لك ان انت تعمل رن او تشغل تطبيق تقدر ان انت تشغله. طب لو انت مش عايز بقى ان انت تركز على ادوات الذكاء الاصطناعي، او حابب تركز على ادوات الذكاء الاصطناعي اللي ليها طابع نصي، يعني ليها طابع نصي، يعني محتاج مثلا تكتب ايميل بالذكاء الاصطناعي، محتاج ان انت تكتب مقاله بالذكاء الاصطناعي، محتاج الذكاء الاصطناعي يساعدك في مثلا اوراق بحثيه، الحاجات دي كلها، في الحاله دي انت ممكن تروح تشترك في قناتنا الاساسيه انفوتك فور يو. هتلاقي الموضوع واخد شكل مختلف شويه عن قناه كل يوم موقع جديد. قناه كل يوم موقع جديد شويه بتركز على منشئ المحتوى وادوات الذكاء الاصطناعي في انشاء المحتوى، اما بالنسبه لقناه انفوتك فور يو فهتلاقيها متخصصه اكتر بصوره اكبر في هذه النوعيه من المحتوى اللي هو الخاص مثلا بشات جي بي تي، كل ما هو له علاقه بشات جي بي تي، كل ما هو علاقه بكلود، كل ما هو له علاقه ببنج اي، الحاجات اللي هي ممكن تساعدك في زياده انتاجيتك لو انت مش منشئ محتوى بشكل يومي في حياتك المهنيه بشكل عام. لو انت حابب ان انت تعرف اكتر عن برامج مايكروسوفت، مايكروسوفت 365 هتلاقي كورس كامل عن مايكروسوفت اوفيس 365، هتلاقينا شارحين مثلا شهاده زي شهاده الاي سي 3 المحتوى بتاعها بالتفصيل، استخدمت هنا برامج مايكروسوفت يمكن 2016 بس تقدر ان انت ايضا تطبقه على الاصدارات الجديده. فالقناه الاخرى ايضا هتفيدك بشكل كبير جدا جدا لو انت مهتم بالموضوع بقى التكنولوجيا بشكل اخر، ممكن تفيدك في حياتك المهنيه وحياتك اليوميه بشكل عام. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، اتمنى انتم تستفيدوا من اللي احنا بنقدمه سواء على قناه كل يوم موقع جديد او على قناتنا الاساسيه انفوتك فور يو مروه مع مروه سليمان. القناه ان شاء الله هتلاقوها عندي في التاب بتاع التشانلز، انا حاطه القناه، وايضا هتلاقي في الاند سكرينز كده بتظهر القناه لو انت عايز تروح وتشترك في القناه وتتابع كل اللي موجود عندي على القناه. اهلا بيكم ومرحبا. ساعد الفيديو اكتر على الانتشار والوصول للجمهور المهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.